يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وفي سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هل هناك فرق بين الآيتين؟ لا لا فرق بين الآيتين، لكن هذه آية التكوير خطاب للحاضرين، وهذه الآية في المدثر خطاب للغائبين، لا فرق بينهم. نعم، هذا خطاب غيبة وهذا خطاب حضور. نعم.